احنا هدفنا الاستقرار، هدفنا الاستقرار اهم شيء، ونكون ايجابيين ما نكونش سلبيين. تعالى وانتخب اي مرشح، مش شرط مرشح بعينه، بس يبقى صوتك موجود، صوتك مسموع، عشان بعد كده ما ترجعش تندم وتقول انا ما شاركتش اصل انا ما اعرفش حاجه. انزل وشارك وانتخب اللي انت عايزه، ما تشتغلش شخص بعينه. شايف الاوضاع العالميه عامله ازاي؟ الناس بره بتحارب بعض كلها، الدنيا الواد مفيش استقرار نهائي بره. احنا هنا هدفنا الاستقرار رقم واحد، انتخب اللي انت عايزه، انت حر، بس صوتك امانه قدام ربنا الاول، وقدام الوطن، وقدام نفسك. قول لنا انت اصلا من الاسماعيليه ولا من خارج الاسماعيليه؟ من الشرقيه. مش الشرقيه، وجاي يعتبر مغترب وجاي تنتخب هنا. مغترب ومنتخب هنا. شكرا لي. بنموت في مصر، بنعشق السيسي، بنحب السيسي، واحنا بنشجعه من قلبنا اللي هو يكسب ان شاء الله في الانتخابات باذن الله. احنا لاجين لغرض ولا جايين لاي حاجه ولا شوق، احنا جايين ايجابي للرئيس وفدى مصر كلها، واحنا سعداء ان احنا نازلين انتخابات الرئاسه الجمهوريه. احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر. تقدم مصر الى الامام علشان ننهض بالعالم ونبقى زي العالم ان شاء الله، وان شاء الله تحت قياده السيد الرئيس مصر هتتقدم للامام ان شاء الله، وربنا يوفقه ان شاء الله في العام القادم والفتره الرئاسيه القادمه، يوفقه لمصر ويوفقه لشعب مصر، وكلنا بنحب مصر وتحيا مصر. يفرض رايه على حد، لا ادي فلان ولا بديش فلان. هنا البلد كلها حره، دوله حره متحرره، واحنا تحت امر البلد. يعني أيوة. الناس نازله بحب نفسها. وبحب محدش قال لهم حاجه. محدش قال لحد قال انزلوا، ولا حد خاف من غرامات، ولا حد خاف من وقف حاله، ولا حد خاف من حاجه. احنا هدفنا الاستقرار، هدفنا الاستقرار اهم شيء، ونكون ايجابيين ما نكونش سلبيين. تعالى وانتخب اي مرشح، مش شرط مرشح بعينه، بس يبقى صوتك موجود، صوتك مسموع، عشان بعد كده ما ترجعش تندم وتقول انا ما شاركتش اصل انا ما اعرفش حاجه. انزل وشارك وانتخب اللي انت عايزه، ما تشتغلش شخص بعينه. شايف الاوضاع العالميه عامله ازاي؟ الناس بره بتحارب بعض كلها، الدنيا الواد مفيش استقرار نهائي بره. احنا هنا هدفنا الاستقرار رقم واحد، انتخب اللي انت عايزه، انت حر، بس صوتك امانه قدام ربنا الاول، وقدام الوطن، وقدام نفسك. عشان قول لنا انت اصلا من الاسماعيليه ولا من خارج الاسماعيليه؟ من الشرقيه. مش الشرقيه، وجاي يعتبر مغترب وجاي تنتخب هنا. مغترب ومنتخب هنا. شكرا لي. بنموت في مصر، بنعشق السيسي، وبنحب السيسي، واحنا بنشجعه من قلبنا اللي هو يكسب ان شاء الله في الانتخابات باذن الله. احنا لاجين لغرض ولا جايين لاي حاجه ولا شوق، احنا جايين ايجابي للرئيس وفدى مصر كلها، واحنا سعداء ان احنا نازلين انتخابات الرئاسه الجمهوريه. احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر. تقدم مصر الى الامام علشان ننهض بالعالم ونبقى زي العالم ان شاء الله، وان شاء الله تحت قياده السيد الرئيس مصر هتتقدم للامام ان شاء الله، وربنا يوفقه ان شاء الله في العام القادم والفتره الرئاسيه القادمه، يوفقه لمصر ويوفقه لشعب مصر، وكلنا بنحب مصر وتحيا مصر.